نمستي، انا غادة المراكبي. دي حلقات الهيلينج يوجا، اليوجا العلاجية. في حلقة النهاردة، الحلقة مخصوص للستات اللي بتقف كتير قوي على دخلة رمضان في المطبخ. كل سنة وانتم طيبين. في الحلقة دي هنتعلم ازاي نقف في المطبخ، يعني ممكن نبقى واقفين ساعات طويلة، واول ما نيجي نقعد نحس بوجع في الظهر وفي الكتف وفي الرقبة وفي رجلينا، وفي ناس بتبتدي يجيلها دوالي من كتر وقفة المطبخ. فالحلقة بتاعت النهاردة هتورينا ازاي نقف، وازاي ممكن نعمل ستريتش كده خفيف واحنا واقفين في المطبخ، بحيث ان احنا نريح كتافنا اللي على طول مقفولة والوقفة اللي على طول تعبانة. دلوقتي احنا لو احنا واقفين ساعات طويلة في المطبخ، بغصب عننا بنضطر ان احنا ندور الكتف وناخد الرقبه لقدام او ناخد الدقن لقدام. لما بعمل كده بحمل قوي على الرقبه، فهتلاقوا نفسكم اول ما جيتوا تقعدوا، طول ما الواحد بيشتغل ملهي مش حاسس قوي انه واقف غلط او ان هو بيعمل حاجه غلط، بس اول ما هاجي هقعد بعد ساعات طويله بص الاقي ان كتفي ورقبتي وظهري وجعني جدا. طب هبص ازاي؟ انا مطريه بص تحت. اول حاجه لازم اعملها اني اخد كتفي لورا واخد دقني لورا، صب صباعي صباع ده ازق لورا الدقن، كاني بقى عندي. دايما في ناس بتقلق من الحته دي، بس مش مشكله، هي بس في الاول هنبقى حاسين بيها قوي لحد ما العضله تاني تبتدي تشد ورا، وساعتها مش مضطريه قوي اخد دقني لورا. هاخد الدقن لورا شويه، لما اجي ابص لتحت ابص لتحت وانا دقني لورا، بس دايما مخليه الراس فوق الكتف، فمش محمل على الرقبه، واقدر اشتغل واحنا واقفين، اعمل اللي احنا عايزاه واحنا واقفين. تاني حاجه لازم ابقى واخده بالي منها هي الهيب، ان لازم نقول العظمتين اللي احنا بنقعد عليهم لازم بعمل انقباض للعضلتين بتوع الحوض. فبعمل انقباض، اول ما بعمل الانقباض ده بحس على طول ان الظهر من ورا ابتدى يتعدل، بدل ما هو مدور عامل زي كيرف لورا او عامل دوران لورا، اول ما بعمل الانقباض ده ببص الاقي كاني مره واحده كان العمود الفقري كله اتعدل. دايما بنقول الانقباض ده مع اني اخد الصوره جوه، ده بنسميه بمسك الكور. ده بنسمع في التمارين لما بنروح جيم او بنروح كلاسات، نقول هولد يور كور هولد يور كور، امسك الكور بتاعك، امسك الجسم بتاعك. اول ما هعمل الانقباض واخد الصوره جوه احس كاني شديت جسمي كله، كاني وانا واقفه انا مشغله عضلات بطني ومشغله العضلات بتاعت الهيب او عضلات الجلوتس من ورا، احنا قبل كده اتكلمنا عنها. يبقى واحنا واقفين اعمل حاجتين، هعمل انقباض للعضله بتاعت الحوض وهاخد الصوره لجوه، ممكن في الورا واخد بالي مركزه. في الاول هتحتاج مني ان انا افكر نفسي كتير، مع الوقت هتبتدي تيجي لوحدها طبيعيه، فابتدي مع الوقت ان انا احمي جسمي. لو احنا واقفين برضو وقت طويل عايزه اريح، ابتدت رجلي ابتدت تتعب، هعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمه التري بوز او الوضع بتاع الشجره. بفتح صابع رجلي جامد جدا وباخد ركبتي للجنب واخد رجلي احطها تحت الركبه على طول، وافتح كل ما بفتح الركبه على الجنب كاني بعمل تمرين للهيب. واحنا واقفين عشان اثبت في التمرين ده لازم تاني اعمل انقباض لعضلات الحوض ولازم اخد الصوره لورا عشان الاقي بالانس، الاقي ايه توازن، فكاني بعمل تمرين بالانس وانا واقفه واحنا قاعدين بنشتغل. فهتحمل على الرجل دي شويه واغير واروح واخدين الرجل التانيه، ركبه للجنب الحوض لقدام صورتي لجوه، وبرده دينا بنشتغل. لكني بمرن كمان رجلي، فانا كده بمرن الرجل بقوي عضلات البطن وبعدل العمود الفقري وانا واقفه وبحمي رقبتي. فكده حاجات مهمه جدا. وبعديها نخش نروح عاملين الاسترتش اللي بعده. مع كتر الوقت لو انا حسيت ان احنا ابتدينا نقفل تاني، ممكن اخد خطوه لورا واحط ايدي على رخامه المطبخ وهوطي من الهيب وهنزل راسي تحت بين ايدي واعمل استرتش جامد قوي. اول ما تعملوه حتى هتحسوا ان زي ما يكون فقرات الظهر بتفك، هتحسوا كمان تحسوا بطرقعه. فاخد نفس وادور خفيف ظهري واطلع النفس واعمل كيرف تاني، اتك اكتر تحت تاني. ممكن كده كل نص ساعة ولا حاجة اخد ولو 5 ثواني بس اعمل الاسترتش ده عشان افتح تاني الكتف وارجع تاني. واحنا واقفين من المطبخ ابتدي تاني اخد بالي من وقفتي وابتدي احس تاني كأني عملت استرتش في العضلات كلها وانا واقفة. جربوا كده وهتشوفوا الفرق قد ايه، ازاي بيفرق لو انا عملتش الكلام ده او انا عملت الكلام ده. شوف هتحسوا بالوجع هل فعلا بساعات الطويلة بتاعت الوقوف، ولا هحس ان انا استفدت بالوقفة دي. نمستي.